مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. أحييكم في هذا البرنامج، برنامج عزبتي، حيث أستضيف أحد المضمرين اللامعين ومن كبار المضمرين المعروفين والخبراء في رياضة سباقات الهجن، محمد بن بخيت الزعيري المري. ببخيت مساك الله بالخير ومرحبا بك في موقع الأبرقة. الله يمسيك بالله والسرور يا ببريك. ببخيت، بداية سؤال نسأله لكل الضيوف أول اللي نلتقيهم، متى كانت بدايتك في عالم الهجن؟ والله من الثمانينات. وهل شاهدت ببخيت اختلاف من الثمانينات إلى اليوم؟ أكيد متطور من الشيء عن أول. عسى الله يطول عمر الشيوخ، الشيوخ طوروا الركض، ولولا الشيوخ ما تطور، ما وصل للمواصيل. عسى الله يطول عمر الشيخ حمد ولي عهد تميم، عسى الله يطول عمرهم. طوروا الميدان فوق ما نتوقع، ولولاهم ما وصل الميدان لهالمواصيل. كيف شاهدت منافسات الشحانية في هذا العام ابو بخيت؟ والله منافسات الشحانية هالسنة غير عن كل زمان، متطورة أكثر من كذلك. هل المنافسة شديدة وقوية أبو بخيت؟ نعم متطورة وشديدة. نعم حين شاهدنا شعار المحافظ اللي أنت تضمره ينتزع مراكز متقدمة، ولكن كيف شاهدت يا أبو بخيت المنافسة؟ هل الانتزاع نموذج صعب في ميدان الشحانية أو جاء بسهولة بصراحة؟ لا أكيد صعب، لكن التوفيق على الله، اللي الله يساعده بحظه اللي ينتزع الناموس، أنا وغيري من إخواني. أبو بخيت، أحدث المشاهدين كيف استعدت لهذا الموسم؟ أنت شعارك ما شاء الله متميز، الله يوفقك، ولكن الاستعدادات هل هي مبكرة لهذا الموسم؟ والله نعم أكيد مبكرة ومجتهدين من بداية، وعلى الله كل شيء، توفيق على رب العالمين. أي نعم. نعم، هل يعني اعتمادك على الإنتاج أو على المشترى أو على الودايع أو عليهم جميعا؟ والله عليها جميعا. نعم المشترى يدعمنا بالمشترى أبو محمد سعادة المحافظة عسى الله يسلمه، وانتاجنا طيب إن شاء الله. إن شاء الله. أبو محمد، أبو بخيت، الحديث معك ذو شجون، ولكن نحن سننتقل لداخل العزبة، تحدثنا عن الهجن الموجودة في العزبة ونسولف أكثر ونتكلم داخل العزبة. حياكم الله على عزبتكم الثانية. إذن مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، متواصلين في عزبة محمد بن بخيت الزعيري. محمد، حدثنا عن أهم الهجن الموجودة في عزبتك. والله أهم الهجن الموجودة في عزبتي المملكة سعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبري. إنجاز المملكة. والله إنجاز المملكة غنية عن التعريف، ما أخذت المزهرية وما أخذت الخنجر الذهبي في الوثبة الزمان الماضي. أي نعم، وجاية ثانية على سيف الكويت. الله الله. إذن صاحبة أشواط رئيسية المملكة، وأيضا شاهدنا شعارك على ظهر البارقة ينتزع الشوط الأول الرئيسي في السباق السادس، محل السادس الشوط الأول في الحقائق. حدثنا عن أيضا البارقة. والله البارقة طيبة، وما أخذت كأس ختامية الطائف هالسنة، وما أخذت الشوط الأول في التمهيدي الأول، وما أخذت الشوط الأول في التمهيدي السادس. سللتها الواصل بعير من؟ بعير علي بن سند الجهني، ومن تاج مشبب القحطاني. نعم. إذن واللي تليها من الجانب الآخر العود لي بكرة، هذه الوافية اللي جات ثانية في الشوط الثاني في المركض اللي فات. إذن هذه البارقة، وهذا هذه أيضا الوافية سن الحقائق متميزة. اي نعم. حدثنا عن سر تميز شعار المحافظ مع إضمار محمد بن بخيت الزعيري. والله شعار المحافظ متميز عندي وعند إخواني المضمرين الثانيين. ولكن تميز البارقة،
هل يعني شاركتها في سباق قبل هذا السباق؟ نعم شاركناها في الطائف وخذت الكأس، وشاركناها هنا في وخذت الأول في الشوط الأول، شاركناها صار لها صدمة شوي صعبة؟ نعم وركضناها المركاضة وخذت الأول. إذن هذه حظاير الحقائق محمد ولا مجموعة لقايا؟ والله هذه حظاير الحقائق واللقايا في الجهة الثانية. أبرز الحقائق الموجودة البارقة هو إيه نعم والوافية هذه أبرز الكار الموجودة. إيه نعم يعني في التحميل هل تواجهكم صعوبات في الجمارك في المراكز في هذه الأشياء أو الأمور زينة؟ والله هالسنة شوي تعطل شوي في المركز. هل التأخير يأثر على الهجن يا أبو بخيت؟ أكيد. من ناحية إيش؟ من ناحية البطء في المراكز ومعقلات وكذا وحنا يا هلها محمد مرتاحين ضدك بالسرعة بالعجلة من هذه بهيمة ما لهذا مبعني في التأخير في المراكز. هل المنافسة في الأجواء الباردة اللي علينا مثل اليوم نشوف الجو بارد اليوم مشاهدين، لكن هل تأثر على الهجن الأجواء الباردة أو الأجواء الحارة؟ الأجواء الباردة أكيد تأثر بس الحر أكثر تأثيرا من البرد، ولكن أجواء الهجن يعني دائما أبو بخيت هجن الريس دائما متعودة على الأجواء الباردة والأجواء الحارة. لا كلها الهجن الريس عليها كلها على ذي وعلى ذي الباردة والحارة. نعم وبالنسبة للتحميل من دولة إلى دولة هل يأثر على الحقائق بشكل خاص؟ اي نعم من ناحية ايش؟ من التحميل لانها فيها ارهاق شوي مهم مثل المطية الكبيرة يعني بالتحميل. اي نعم والمطية الكبيرة يأثر عليها التحميل ولا؟ لا ما يأثر عليه عادي عنده. والركض تجيبه هو الركض تجيبه ولا تدبله. نعم والاختلاف بخيت اختلاف من مضمار الى مضمار، هل بعض الهجن تجيب ركض دبل وبعضها يقل ركضه ولا ميادين مهيب واحد يا ابو بريك؟ فيه ميدان الهجن تطور فيه وفي ميدان تنزل يعني على الأسباب برأيك أبو بخيت؟ والله بعض الأمكانات دورتها مهيب زينة ولا التربة حقتها، ولكن يعني التحميل وتغيير الأجواء يأثر؟ لا ما يأثر. الجو الحار والبارد أكيد التحميل في الجو الحار والبارد يأثر يوجع المطية، ولكن شعورك والبارقة خلينا نرجع مع المشاهدين لأجواء الركض والسباق، شعورك وانت تسجل البارقة في الشوط الأول الرئيسي هل أنت واثق من انتزاعها للشوط الأول؟ ما حد عنده ثقة فينا. كم كان معها في الشوط؟ والله بالنسبة للمركاض الجاي ولا المركاض اللي طاف؟ والله حول الثلاثينات. ولكن البكرة ما شاء الله خدت المركز الأول بريحية تام. اي نعم الله اللي وفق. بعد الفوز يا أبو بخيت كنت مستانس يعني فرحان؟ ما يحتاج أكيد فرحان. لمن تهدي الفوز؟ أهدي الفوز لمالك البارقة سليمان بن حمد آل جبرين ولأخوانه ولأسرتي كاملة. زين محمد حدثنا عن الهجن الموجودة في العزبة، يا ليت نشوفها مع مشاهدين الأبرقة ونتفرج على الهجن الموجودة ونتكلم أيضا في الحديث عن الهجن. حياكم الله. هذه حظيرة اللي أمامنا الآن، هذه حظيرة الجزاء اللي تنشوفها مصورنا أحمد يعني تنقل لمشاهدي الأبرقة. هذه حظيرة الجزاء هجن سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، ومعنا أيضا المضمر المتألق محمد بن بخيت الزعيري صاحب الإنجازات وصاحب الفوز بالمراكز الأولى. محمد حدثنا عن تضمير الجزاء، هل يختلف عن الحقائق واللقايا؟ نعم تضمير الجزاء يختلف عن الحقائق. السن الأكبر يتحمل أكثر من الصغير، يعني مثل المسافة تختلف من المسافة نعم والجذع يعني طبعا التضمير يختلف والعلف يختلف، حدثنا أكثر عن الجذع. والله هذه سر المهنة بعد ما حب أطور لا
لا ما نقول لك عطنا الاسرار بخيت، لكن نقول لك يعني طعامها يختلف. اكيد اذا بتعطي هذه فرضا كيلو، ضرب مثال يعني، بتعطي هذه 3 4 كيلو صح، والمسافه يعني السن الاكبر اكثر اكثر من الصغير. نعم راح نرجع لسر المهنه بعد بعدين ان شاء الله. زين ابو بخيت، حدثنا ايضا هل عندك حيل اجداء زمول وكذا ولا بس؟ والله عندي حيل، نعم عندي حيل، عندي المملكه وعندي الكايده. نعم. المملكه انجازاتها، انجازاتها اللي علمتك بها قبل شوي. نعم. ونتمنى ان شاء الله تجيب اكثر الاسابيع الجايه ان شاء الله. اللي في الحظيره هناك الكبار والله فيها القعدان. كيف استعدادك لسباق ولي العهد القادم؟ والله على الله كل شيء يا ابو بريك، على الله كل شيء، التوفيق بيدك. كيف الاستعداد؟ والله الاستعداد ان شاء الله نحن مستعدين وعلى الله كل شيء. قبل شوي وانا اسالك عن البارقه الشوط اللي طاف، انت قلت الشوط اللي طاف ولا القادم، كم معها في الشوط الجاي؟ والله هذا اللي ما بعد ادري. سجلتها في الشوط الاول؟ اي نعم. بالتوفيق ان شاء الله. وكيف المعنويات؟ والله المعنويات ان شاء الله انها عاليه ان شاء الله. زين حدثنا عن الاصابات اللي تصيب هجن السباق محمد. والله يصيبها الضلع ويصيبها الامراض. اي نعم. نعم يعني اهم الضلع اللي يصيبها، يعني ممكن تشرح للمشاهدين؟ الضلع، العصيبات، وفتك الذراع والعرقوب. اي نعم. وهذه علاجها كيف ابو بخيت؟ والله علاجها الوسم بس، ما في بديل؟ لا والله ما، هذا خبرتنا يلبد وما ما لها الا الوسم. هنا زين ابو بخيت، احنا شاكرين لك سعة صدرك وايضا استضافة موقع الأبرقة في هذه العزبة، ولكن هل من كلمة أخيرة لمشاهدينك في موقع الأبرقة؟ والله الله لا يهينك على كل حال، ومشاهديننا في الأبرقة وفي غيرها نتمنى لهم التوفيق، والله يطول عمر الشيوخ ولي عهدهم. سبق ولي العهد على الأبواب، المضمرين آتينك من كل مكان، الهجن المستعدة من كل مكان، ولكن هل أنت شاهدت برنامج السباق؟ نعم شاهدت برنامج السباق والسيارات اللي واجدة، وعسى الله يطول عمر الشيوخ. نعم. ولكن الأشواط أغلبها يعني من اللقاية وطالع أغلبها سيارات، حتى النقدي قليل فيها. نعم. سيارات كلها سيارات. نعم. هل أنت راضي عن البرنامج؟ عسى الله يطول عمر الشيوخ، راضي وغير راضي. هل أنت راضي عن السباقات اللي قيمت في دولة قطر في هذا العام؟ هذا اللي كم لك هجن؟ كم لك هجن، ما بعد استوى مركاض في مثل السنة. إذا نشكر طبعا هذا كله بتوجيهات سامية من سيدي سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسمو ولي عهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني والقائمين على هذا المضمار سعادة الشيخ حمد بن جاسم فيصل المتابع دائما لهذه الانطلاقات. هل من كلمة أخيرة أخوي محمد لمشاهدينك؟ نقول عسى الله يطول عمر الشيوخ وعمر المستمعين. إذن مشاهدينا الأعزاء، كان معنا في هذه الحلقة المميزة محمد بن بخيت الزعيري مالك هجن ومضمر هجن سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين والذي تميز شعاره في عدد من الأشواط. أخوي محمد شاكرين لك هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق الدائم. وأنا كذلك شاكر لكم.